من أحدث الكليات إنشاءً، فوجودها لم يعد ترفاً وإنما أصبح ضرورة علمية وحضارية وحتى اقتصادية. فالعلوم السياحية مشاهدين باختصاصاتها المتعددة تحتاج لمجموعة من المعارف والمهارات العلمية والإدارية والشخصية لتعطي صورة حضارية عن أي بلد تكون موجودة فيه. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة اليوم من برنامج أكاديمي، والتي سنتعرف من خلالها إلى كلية السياحة والهدف من إنشائها وما تقدمه للطالب من معلومات وخدمات. ويسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف الدكتور أيمن ديوب، عميد كلية السياحة بجامعة دمشق. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. بداية حدثنا عن أهمية وجود كلية خاصة للسياحة، ولماذا تأخر فعلا إنشاء هذه الكلية؟ كما نعلم هي كلية حديثة العهد. اهلا، اول بدايه الحديث نحن بنرحب فيكم ب يعني اهتمامكم الكبير بكليه اسمها كليه السياحه. كليه السياحه بجامعه دمشق واحده من الكليات الحديثه التي احدثت بعام 2009. هذه الكليه حقيقه احدثت نتيجه متطلبات سوقيه موجوده، نتيجه دراسه البيئه. سوريا ذات مناخ جغرافي، ذات توزع طبيعي، سوريا ذات مقاصد سياحية كبيرة، سوريا ذات كفاءات، سوريا أداة جذب، سوريا تحقق إيرادات. ولكن كان التفكير كيف يمكن تحويل هذا الأمر إلى صناعة. فتحويل الأمر السياحي إلى صناعة والإيمان بأن السياحة صناعة أدى الأمر إلى أن القيادة اتخذت قرار ب 2009، القرار 333 القاضي بإحداث كلية السياحة بجامعة دمشق. هذه الكلية اللي هدفها الأساسي تدريس وتعليم الطلاب العلوم السياحية كعلم وليس العلوم السياحية كخبرة. لأنه السوق عنا يقتنع بأن السياحة خبرة. نعم فعلا، البعض يقول طبعاً. أنه نحن لسنا بحاجة إلى أن ندرس هذه طبعاً. العلوم في كليات، بعض المعاهد كانت فقط، أو كما ذكرنا مثلا من خبرات بعض الأشخاص كانوا يجمعون بعض المعلومات السياحية ويزاولون هذه المهنة أو هذا العمل، لأنه الجميع يؤمن بسياسة الحجي، بسياسة أنه العمل السياحي هو عبارة عن عمل خبروي، فتح مكتب، استخدام مجموعة من السياح، أو إن أتى مجموعة من السياح يكون لديهم مرشد سياحي، ليس مرشد سياحي بلغة العلم، انما انه يعرف من اهالي المنطقه حتى. يعرف هذه المنطقه، يعرف تاريخها، يعرف جغرافيتها، ياخذهم الى الاماكن التي يعرفها هو. لكن في كليتها بجامعه دمشق نحن كان الهدف والرؤيه مختلفه، انه نقول ان السياحه علم، السياحه فكر، السياحه منهج، السياحه استراتيجيه، السياحه تحقق اعلى الايرادات على مستوى العالم. وفي بلدان تتمتع بمزايا اقل مما يتمتع بلدنا الحبيب سوريا. فكان التفكير بهذه الآلية أنه السياحة هي علم له أصول ومبادئ، فأحدثت كلية السياحة ضمن هذا الأساس نظرا للأهمية الإدارية والاقتصادية للعلوم السياحية في مجال الناتج المحلي والناتج القومي على مستوى الدولي. لما تحقق السياحة من إيراد كبير، ويعني فينا نقول أنه الإيراد بتحققه السياحة هو إيراد تكلفته قليلة، يعني أنا مو بحاجة كل يوم أدفع تكاليف ثابتة، إنما تكاليف قليلة، تكاليف متغيرة، لكن مردودها عالي، ويعمل إلى شيء اسمه تحريك شعبوي. يعني لما أنا بحكي بالسياحة وبعلم وبيكون عندي فكر معين ما بتجه باتجاه منطقة، إنما بتجه تنمية البلد ككل. فأنشئت كلية السياحة بجامعة دمشق بناء على الأساس، وبدأت حقيقة الأمر باستقطاب وجذب طلاب منذ العام 2009 تماما. وتحولت اليوم إلى نافذة مهمة جدا 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 في مستوى العلوم السياحية في سوريا، رغم وجود المنافسة الكبيرة من قبل المعاهد السياحية ومن قبل الهيئات التدريبية السياحية سواء كانت عامة أو خاصة. نعم، طيب يعني تفاصيل كثيرة جدا أتيت على ذكرى كل منها بحاجة إلى محور خاص نتحدث به فعلا. تفاصيل كبيرة جدا، وخاصة فيما بعد الأزمة السورية طال القطاع السياحي الكثير من التدمير، الكثير من الخراب، يعني على عاتقكم مسؤولية إضافية ومسؤولية كبيرة جدا. سنتحدث لاحقا في هذه المحاور، لكن بشكل عام من يزاول هذه المهنة أو من ينتسب إلى كلية السياحة، هل هناك من شروط معينة سواء شروط جسمانية، شروط ثقافية يجب أن يتمتع بها؟ طبعا نحن بكلية السياحة المحور الأساسي والرئيسي عنا بقبول الطلاب هو اللغات بشكل أساسي. نحن اليوم نسعى بكلية السياحة أن يكون لدينا خريجين كلية السياحة بعدد لغات العالم. نعم بعدد لغات العالم. يعني
أنا عندي بكلية السياحة إرشاد سياحي، عندي بكلية السياحة إدارة سياحية، عندي بكلية السياحة إدارة فندقية. أختار طلابي هذه اختصاصات على... أم أقسام بناء... دكتور؟ لا هي اختصاصات بناء على، أختار طلابي بناء على هذه الاختصاصات. يعني طلاب البكالوريا اللي بدين قدموا لعندي، أنا بأخذ طلاب علمي وأدبي ولكن بمعدلات معينة، من ناحية اللغة، من ناحية الرياضيات إذا كان علمي لأنه بده يروح باختصاصات معينة، إذا أدبي موضوع اللغة الأولى والثانية كثير مهم، لأني ببعته إرشاد سياحي ببعته يتعلم لغة مشان يعرف يتعامل مع لغة البلد ويعرف كيف يجي. الشرط الثاني، نحن الآن بإطار إنجاز ما يسمى بموضوع المقابلات الاختيار، من أجل أن يكون أيضا الشكل وأن يكون التركيب الجسماني أيضا متكامل، لأنه أنا عم فكر خريجي وما بده يروح، لما بده يتخرج خريجي وما بده يروح، بده يروح للسوق. طيب السوق مين هي؟ هل هي شركات طيران، شركات سياحة، شركات نقل، فنادق، هل هي أدلاء سياحيين؟ أوكي، هذا التوزع يقتضي مني أني أنا أختار طلاب وفق مواصفات معينة لا حتى يمارسوا هذه المهن فيما بعد التخرج إن أردت. فبناء على ذلك، الشرط اللغوي، الشرط الجسماني، المظهر الخارجي، اللفظ، النطق، الحواس، هذه كلها موجودة لاختيار شخصيات جيدة. بتوقع أنه بين خلال البورتاجات زرتوا الكلية وشفتوا فيها، يعني فينا نقول نوعية جيدة إلى حد ما من الطلاب اللي هن يتمتعوا بانفتاح كامل فكري ومنهجي، وأيضا بمظهر وبشكل، وأيضا في بعض الأحيان بيونيفورم كامل بالكلية. والكلية تعمل على ترميم كل نقص موجود، يعني أنتوا تأخذوا خامات وتعملوا على صحة والتأهيل، إعادة التأهيل على اعتبار أنه نحن عندنا صناعة البشر هي الأساس. طيب دكتور، يعني تفاصيل كثيرة سنتحدث عنها، لكن دعنا نتوقف مع تقرير بداية عن نشأة هذه الكلية، نشأة كلية السياحة. نتوقف مع هذا التقرير ثم نعود للحوار مشاهدينا. أنشئت كلية السياحة في جامعة دمشق بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات لعام 2006، تلائم مبادئ كلية السياحة متطلبات المرحلة الراهنة في ظل توجه الهيئات التعليمية السورية لتطوير مناهج كليات جامعة دمشق وبما يتفق مع معايير القطاع السياحي، كما تمت مراعاة سياسة قطاع التعليم العالي بخصوص علاقة سوق العمل بمؤسسات التعليم العالي، وتم الاستناد إلى رسالة جامعة دمشق وأهدافها الاستراتيجية. تهدف كلية السياحة إلى أن تكون من الكليات الرائدة في جامعة دمشق في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع. أما أهدافها، الإسهام في تنمية القطاع السياحي في سوريا عن طريق تنمية الموارد البشرية العلمية، وتزويد الطالب بمجموعة من القيم الواجب توافرها في مديري القطاع السياحي، والاهتمام بنوعية التعليم بشقيه الأكاديمي والتطبيقي وتطويره باستمرار وفق حاجات القطاع المتغيرة، والتركيز على البحث العلمي وتبني مبدأ الجامعة في خدمة المجتمع مع الالتزام بالخصوصية الوطنية والقيم والعادات العربية الأصيلة. طبعاً في التقرير لمحة عن نشأة كلية السياحة، لكن إذا أردنا أن نتحدث بلسان عميدها، كيف تستطيع أن تقدم لنا هذه الكلية دكتور؟ أعطنا لمحة عن كلية السياحة. كلية السياحة كلية نموذجية، هدفها تخريج رسالتها المنبثقة من رسالة الجامعة ورسالة الوزارة ورسالة العمل السياحي، هدفها تخريج مجموعة من الكوادر البشرية المؤهلة علميا وخبرويا. يعني كلية السياحة ليس هدفها فقط تخريج طالب علم، يعني انه والله اخذ شيء عنده نظري، لا. كلية السياحة هدفها، الهدف الاساسي، الرسالة بعيدة المدى لها، ان يتحول العمل السياحي في سوريا الى عمل علمي اكاديمي صناعي بما يتفق مع القوانين والانظمة
والتشريعات الحاكمة الموجودة في البلد وبما يتفق مع قيم وثقافة وعادات البلد. نعم. الهدف الأساسي. نعم. هل يوجد كليات للسياحة فقط في دمشق أم هناك في الجغرافيا السورية أيضا مجموعة من الكليات السياحية؟ هناك أيضا كليتين، كلية السياحة في جامعة البعث وكلية السياحة في جامعة طرطوس موجودين، ونحن الآن نعمل على توحيد المنهج الدراسي بين الكليات الثلاث. يوجد اختلاف في المناهج الدراسية؟ لا، مو اختلاف في المناهج، لكن عندما أحدثت كلية السياحة في جامعة البعث وكلية السياحة في جامعة دمشق ومن ثم كلية السياحة في جامعة طرطوس، كل فترة بتكون في استفادة من المنهج في جزء منه، لكن في اختلافات في بعض الجزئيات وخاصة في مجال المواد الاختصاصية. فكان الهدف الأساسي أنه كيف ممكن نحن مع بعضنا البعض نوحد المنهج الأساسي بشكل كامل لكل الطلاب الموجودين. فعندنا ثلاث كليات بسوريا موجودات، قطاع حكومي، جامعات حكومية، والمركز أو ما يسمى الهيئة العامة للتدريب السياحي، وسلسلة المعاهد التابعة لها اللي هي موجودة بوزارة السياحة، اللي تابعة لوزارة السياحة. أيضا هذه المعاهد بنظام السنتين وليس بنظام الأربع سنين، بنظام العمل الخبروي والاستاجات أكثر مع جزء من الأكاديمي موجودة، أيضا تعمل في مجال القطاع السياحي بسوريا، مشان تكون رؤيتنا أوضح وشمولية لمن يعمل في القطاع السياحي من ناحية العلمية والأكاديمية. طيب، هناك أيضا فرق فيما تقدمه الكلية من معلومات ومهارات وخبرات لطالبها وما تقدمه المعاهد الفندقية أيضا، دعنا نفرق فيما يقدم كل جانب من هذا. هلا المعاهد الفندقية معاهد مكثفة، يعني المعاهد الفندقية نشأت بفترة أبكر، يعني صار لها فترة زمنية طويلة. وزارة السياحة أخذت على عاتقها أنه يكون عندها مجموعة من المعاهد اللي هدفها تأهيل وتدريب مجموعة من الكوادر ليعملوا في المجال السياحي. هذه المعاهد عم تدرس مواد، ولكن يغلب عليها في جزء منها عمل استاجي تطبيقي عملي أكثر مما هو عمل نظري. بالفترة الأخيرة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، أحدث ما يسمى بالمجلس الأعلى للتدريب السياحي، وتم التفكير بوضع خطة استراتيجية لتدريب وتعليم الطلاب جانب علمي وجانب أكاديمي. هذا الجانب بدأت فيه كلية السياحة باكرا من اليوم الأول. لدينا منهج نظري معد بسنوات أربع، ولدينا جانب خبروي مكمل للجانب النظري كذاك الموجود في المعاهد السياحية. ونحن اليوم من أول خطوة لنا بكلية السياحة بجامعة دمشق، قامت الجامعة مشكورة بعقد اتفاقية توأمي مع وزارة السياحة ومعاهدة كاملة من أجل الاستفادة من كل الفنادق ومن كل الأماكن التابعة لوزارة السياحة كاستاجات عملية مثل المستشفيات لطلابنا. نعم، حتى يتم تأهيل وتدريب هذا الكادر بكل الخبرات المطلوبة. نعم، تفاصيل كثيرة سنتحدث عنها فيما يخص المنهاج وهذه الاتفاقيات طبعا. لكن دعنا نتحدث عن القدرة الاستيعابية للكلية. عدد الطلاب المنتسبين إلى هذه الكلية يتزايد عاما بعد عام طبعا. ما هي القدرة الاستيعابية للكلية في جامعة دمشق؟ طبعاً تحديدا نحن بكلية السياحة بجامعة دمشق أول ما بلشنا، يعني بلشنا بأعداد بسيطة اللي هي كانت تقريبا 93 طالب. ونحن بنظام التدريس بجامعة دمشق الكلية بدأت بنظام الساعات المعتمدة، بمعنى أنه في معايير نارس للتعليم الأكاديمي، يعني الطالب له متر بالمكتبة، له متر بقاعة المطالعة، له متر مربع بالباحة بالساحة، له متر بالبوفيه، له متر مربع بالقاعة التدريسية، له أيضا متر مربع بالهواء الطلق. يعني في معايير نحن ملتزمين فيها. يعني كنا القاعة فيها 23 طالب، خلص 23 طالب ما بتاخد 24. بدأنا بنظام الساعات المعتمدة ب 93 طالب، بدأ العدد يزداد حقيقة. لو وصل نحن عنا هلأ بالسنة الرابعة بكلية السياحة بجامعة دمشق بال 2019 عنا 1200 طالب تماما. أيضا 1200 طالب وزعناهم على شعب وأقسام واختصاصات. 1200 طالب في السنوات كافة، في السنوات الأربعة الموجودين كاملين. هدول 1200 طالب موجودين عندي اليوم، طبعا اللي هنين على رأس عملهم، اللي هن طلاب من الأولى الثانية الثالثة الرابعة ما اختصاصاتهم، دون الحديث عن الطلاب اللي تخرجوا بال 2018 وما دون. هدول اليوم الموجودين بالكلية، هدول الطلاب أيضا بعد ما تحول لنظام الفصلي المعدل بال 2014-2015 ومن ثم النظام الفصلي العام بال 2018 السنة الماضية اللي رح نطبقه السنة 2019 بالنظام الاستيعاب والمحاضرات،
بنظام انه مدك الفصل وليس بساعات او ما في دوره ثالثه دورتين دوره اولى وثانيه، الطالب بيقدم بالفصل الاول مواد والفصل الثاني مواد. نحن كطلاب موجودين بكليه السياحه 1200 طالب اليوم، استيعاب وتدريس وتاهيل وتدريب واستاجات لم يتاثر ابدا كأنني 93 طالب موجودين. إذن الإمكانات معنا تتضاعف في هذه الكلية. طيب الدكتور شو رأيك قبل ما نتحدث عن الإمكانات نروح شوي لموضوع شروط الانتساب إلى هذه الكلية لحتى نخلص من الجانب التحضيري لهذه الكلية والجوانب الإدارية لندخل فيما يخص موضوع المناهج والسنوات الدراسية. الطالب بالسنة الأولى نحن عندنا السنة كان لازم يكون جايب 170 علامي بالأدبي و190 بالعلمي. نعم. وأعتقد هذه علامة ليست علامة سهلة. يعني علامة عالية تعتبر. لانه بدنا طالب مؤهل. نعم. يعني ما بدنا. هل تاخذون رغبه الطالب بعين الاعتبار؟ طبعا. كلها عباره عن مفاضلات ورغبات. يعني نحن عندنا النظام بنجيب الطالب برغبته. ايضا عندنا تقديم اخر اللي هو الطلاب اللي بتكون بالمعاهد. نعم. وبتطلع الاوائل بتجي تكمل عنا. نعم. ايضا الطلاب اللي بتكون بالثانويات التجاريه. والثانويات الفنيه اللي بتطلع الاوائل ايضا تفرز لعنا. وبتجي لعنا باختصاصات فندقيه او ارشاد او إدارة سياحية. فبالتالي نحن ككلية نجذب كافة الأطراف الموجودة من يعمل بالعمل الفني السياحي سواء كان في الثانوية العامة علمي والأدبي أو الثانوية الفنية أو الثانوية التجارية أو الثانوية الفندقية الموجودة اللي نحن كلهم بنجيبوا لعنا برغبتهم في مفاضلات في رغبات، والمتفوق منهم في الثانوية العامة ينضم لنا ليكمل تفوقه عنا بالعمل في الكلية. بعد هذه المفاضلة والقبول على حسب العلامة، هل توجد مقابلة شخصية لاستكمال الشروط أم فقط يدخل بنهاية السنة الأولى؟ بنهاية السنة الأولى. إذا عندما يدخل إلى السنة الأولى يدخل فقط على المفاضلة وعلى علامته. بنهاية السنة الأولى بيبدأ الفرز الأول وتبدأ المقابلة الأولى. طيب في السنة الأولى ماذا يدرس الطالب ضمن هذه الكلية؟ المواد العامة بالعلوم السياحية والاقتصادية والإدارية والتراثية والأثرية والجغرافية. بكلية السياحة بدرسوا جغرافيا، بدرسوا آثار، بدرسوا اقتصاد، بدرسوا بيئة، بدرسوا مناخ في السنة الأولى. طبعا كل هذه العلوم في السنة تاريخ. الأولى بدرسوا تاريخ، بدرسوا مسح كامل إحصائي، بدرسوا منهجية، بدرسوا آليات عمل، وبعطيه مهارات تواصل لحتى أهله اللي عندي بالإضافة إلى اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، وهلأ صارت عنا اللغة الروسية لغة ثالثة موجودين. نحن الطالب عنا بالسنة الأولى بيدرس 14 مادة كاملة. يعني ما بيدرس 10 مواد أو 12، توزع هذه ال 14 مادة على فصلين، سبع فصل أول فصل ثاني. نحن بندرسه بشكل عام 14 مادة، 10 منهم الاختصاصيين وأربعة مواد عامة. شو المواد العامة اللي نقصد فيها؟ لغتين اثنين، عربي ولغة فكر وثقافة وتاريخ موجود فيه. ليش؟ لأني أنا كمان بدي إياه يكون كامل وناطق باللغة العربية، فأنا بدي بلش معه كمان بشكل كامل كأساسيات. وبدي أعلمه ثقافة وفكر أيضا، وبعلمه إنجليزي وبعلمه فرنسي. أنا اللغة عندي ما أنا خيار، اللغة عندي إنجليزي وفرنسي. يعني الطالب ما بيدرس لغة لوحدها، بيدرس اللغات كافة، يعني مو أنه خيار. وبدرسه العشر مواد إلى علاقة بالاختصاص تبعه من جغرافيا وتاريخ كما قلت لك وآثار واقتصاد وتسويق و و و و 10 مواد كاملة. طيب بنهاية السنة الأولى عفوا من بنهاية السنة الأولى بقوم بعملية مقابلات وفرز للطلاب للسنة الثانية. إذا بعد هذه السنة يختص الطالب؟ عندي الاختصاص على مرحلتين، المرحلة في بداية السنة الثانية وفي بداية السنة الثالثة. قبل أن نتحدث عن سنوات الاختصاص خلينا نحكي ونتوقف أكثر على تفاصيل ضمن هذه الكلية من خلال مجموعة من مقابلات أجرتها كاميرا برنامجنا مع الكادر الإداري الموجود ضمن هذه الكلية. شو رأيك نتابع هذه الاستطلاع وهذه الآراء؟ نتابع مشاهدينا ونعود للحوار. هلا بالسنوات الدراسية الأولى بشكل عام طالب كلية السياحة عم نحاول نعزز له مهاراته بكافة المجالات، سواء من المجال السياحي أو المجال الإداري أو الناحية التسويقية أو باقي المهارات الأخرى. وبالتالي علم الإدارة هو علم متخصص بكيفية التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة على مستوى أي مؤسسة. الصيغة المبدئية اللي عم تنعطى للطلاب هي كيفية التعرف على النظريات الإدارية المبكرة أو النظريات الحديثة، بالإضافة للنظريات الكلاسيكية أو النظريات الإنسانية المتعلقة بالمجال الإداري.
وكيفية تطبيق هذه النظريات في حال وجودها حاليا على أرض الواقع وخصوصا ضمن المؤسسات سواء كانت مؤسسات سياحية أو مؤسسات فندقية. بالنسبة لطلاب السن الأولى حضرتك شو ممكن تعطيهم توجهات أو إرشادات خصوصا أنهم هلأ بأول المراحل ضمن الكلية؟ حقيقة اللقاءات الأولى اللي بتكون بيننا وبين الطلاب أول شيء عم نقوم بعملية تعريف الطالب بمخرجات كلية السياحة. نحن اليوم طالبنا حيكون موجود فيما بعد بسوق العمل، فشو هي المجالات المتاحة له كطالب كلية السياحة، وين ممكن يكون موجود خلال الفترة القادمة. نحن مثل ما بنعرف انه السياحة لفترة زمنية طويلة ما قبل الأزمة كانت تشكل رافد أساسي للدخل القومي وكانت تمثل ما يقارب 40% من إجمالي مقدرات البلد من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي نحن عم نحكي على كتلة كبيرة داخل البلد يعتبر بشكل أو بآخر بلد سياحي، وبالتالي المقومات السياحية الرئيسية موجودة عنا متوافرة. الشيء الأساسي اللي عم نشتغل عليه نأهل كوادر، هاي الكوادر قادرة تشتغل بكافة المجالات لحتى ننهض بالعملية السياحية مع بعض. معمل هاي هي تنقل هموم ومشاكل الطلاب بكل النواحي إن كان اجتماعيا ودراسيا. كوني نوصل الطلاب كل اجتماع بمجلس كلية أسبوعي بنعقد بنطرح مشاكل الطلاب وهمومه من ناحية المواد النظرية والعملية والمحاضرات إذا بيتناسب معهم ولا ما بيتناسب معهم. وكليتنا كلية تطبيقية أكثر من النظرية يعني. وبالأزمة عانينا بكتير مشاكل بالفنادق وحتى بالروحات على المناطق الأثرية، كنا نروح على تدمر وإبلة وكتير مناطق يعني وفقد هذا الشيء. مجرد ما تطلع نتائج المفاضلة وزارة التعليم العالي بتبعت لنا قائمة بأسماء الطلاب المقبولين عنا على المفاضلة العامة والموازي وأبناء شهداء سوري مقيم سوري غير مقيم. بلش تسجيل بالوقت اللي بتحدده طبعا الجامعة. بيجي الطالب بيجيب معه أطبارة الطالب فيها شهادة ثانوية الأصلية، 3 صور مصدقة عنا، 10 صور شخصية، صورتين عن الهوية، استمارة من الاتحاد طلبة واستمارة حزبية، وناخد معلوماته للطالب عن هويته الشخصية، بنسجل البيانات كلها على الأطبارة، بنقطع له إيصال بالدفع حسب رسوم الجامعية. كل شيء له رسوم محددة، بيدفع الطالب رسوم الجامعية وبيجي وبيعطينا الوصل، بناخد أطبارته بيصير طالب نظامي عنا. هلأ طلاب السن الأولى أهم شغلة نحن نوزعهم على القاعات الامتحانية ونتأكد أنه كل طالب قاعد بمكانه المناسب، فما يصير فيه لبس وأنه الطالب يقعد بمكانه غير المناسب. ثاني شغلة بنتأكد أهم شغلة إذا كان مادة مؤتمتة الطالب عم يعرف كيف يظلل الورقة الامتحانية، هي أهم شغلة نحن بالنسبة لطلاب المستجدين. الطلاب المتخرجين نحن أهم شغلة بنرصد له نتائجه الامتحانية، بعدين نتأكد من الطلاب اللي تخرجوا بنعلن أسماء المتخرجين طبعا لفترة محددة مشان نتأكد الطالب من معدله من وضعه من اسمه وكذا، وبتنتهي الموضوع بعملية تخريج الطلاب اللي تخرجوا أنهوا جميع مقرراته الامتحانية. كنا نتحدث دكتور قبل الاستطلاع عن السنة الأولى في كلية السياحة، ذكرت أن هناك 10 مواد اختصاصية و4 مواد هناك معلومات عامة. بعد هذه السنة الاختصاص على مرحلتين، كيف يتم تقييم الطالب بعد السنة الأولى؟ بداية السنة الثانية تجرى مقابلات وتقديم الطلاب لرغباتهم وفق كتاب رسمي. أنت يا عزيزي الطالب ماذا ترغب أن تدرس في كلية السياحة؟ هل ترغب أن تدرس إدارة فندقية ولا إرشاد سياحي، ولا أنت بدك تدرس إدارة سياحية لإدارة منظمات سياحية؟ الطالب يضع خياره ويضع رغبته، وأنا لي شروطي. من يريد أن يدرس إدارة فندقية يجب أن يكون قد أنجز كل المواد المتعلقة بالعلوم المالية والمحاسبية والعلوم التسويقية، لأنه ما ممكن طلعوا على السنة الثانية يدرس فندقية وهو بالأساس ما قادر يتجاوز محاسبة أو رياضيات أو تسويق أو مبادئ سياحة كمبادئ عندي. أيضا شهادته بتلعب دور، بده يدرس إدارة فندقية أو بده يدرس إرشاد بده يكون متجاوز مواد بعلامات معينة لحتى افرزه علامات اختصاص على اعتبار أن الأداء بيساوي القدرة ضرب الرغبة.
فالرغبة أساس، ولكن أيضا أنا بدي الطالب يكون عنده قدرة مشان يطلع للسنة الثانية يكون كامل. بالسنة الثانية عندي جزء مشترك كامل اللي هو إدارة سياحية وفندقية مع بعض وإرشاد. أنا من السنة الثانية باخده إرشاد إنه خلص هذا الطالب بيكمل معي إرشاد ثاني ثالثي ورابع. إذا هناك اختصاص مبسط في السنة فرز أول. الثانية فرز أول. وهذا الفرز الأولي بيخليني يعني أقف على مستوى الطلاب وسويتهم، مشان أنا ما أعطي يعني نحن عم نحاول بالمفادرة القادمة إن شاء الله بال2020 إنه تكون الفرز من السنة الأولى. يعني جيلي الطالب من المفاضلة كلية سياحة فندقية كلية سياحة إرشاد حسب نحصل على نتائج أفضل. نحصل على نتائج أفضل بداية السنة الثالثة أقوم بغربلة الطلاب مرة ثانية اللي هن راحوا بالجزء المشترك إلى فندقية وإدارة سياحية أيضا وفق معايير أساس الرغبة وإكمالها بالمقدرات والشروط والتجاوز لموضوع اللغات والاختصاصات اللي عندي. بالثالثة ورابعة بيكمل عندي اختصاصه اللي هو أرسي عليه بعد السنة الثالثة وفرز أول وفرز ثاني. منشان هيك بيجوا طلابي بالثالثة والرابعة عم حاول قدر الإمكان إنه يكونوا طلاب نموذجيين بمجموعات متكاملة. أساس العمل بالاختصاص إنه الكل يكون عنده رغبة يكون مع بعض. يعني مثلا على سبيل المثال الطلاب بيعرفوا النظام اللي حطيناه بالكلية نظام ثابت، نظام قائم على يونيفورم، قائم على ناس مظهر جميل، قائم على ناس تحكي لغة، قائم على ناس عندها مهارات تواصل، قائم مثل أساتذتهم يشوفوا أساتذتهم يكونوا مثلهم. يعني نحن ما عم نجيب لهم أستاذ إلا أستاذ كامل. وحتى الجامعة مشكورة ضمن هذا الأساس إنه نحن عم نعمل تعاقدات خارجية بنظام التعاقد الخارجي لكفاءة من وزارة السياحة مكشوكة سواء كان بمعاهدة أو من هيئة التدريب السياحي بدمر، ومنجيب من الفنادق. يعني أنا اليوم عندي مدراء فنادق عم يعطوا عندي عندي مدراء شركات سياحية عم يعطوا عندي مدراء مكاتب سياحية. هذا الموضوع كتير بيخدم الطالب وعم يعطوا عندي على سوق العمل أيضا. يعني عم يعطوا عندي مواد عمل. يعني الطالب عم عنده أستاذ بالمادي أساسي راعي للمادي منسق للمادي من الكلية بيساندوا مجموعة من الأخصائيين واحد معيد أو طالب دراسات بمرحلة الرسالة بالاختصاص زائد إنسان خارجي عنده خبرة بهذا المجال. فبالتالي هدول بيكونوا مع بعضين مزيج بيتخرج من عندنا طالب مؤهل. مؤهل بشكل جيد. طب القسم النظري والقسم العملي ذكرت أنه كلية السياحة تراعي التوازن بين الجانبين الجانب النظري والجانب العملي. حدثنا عن الخطة الدرسية، يعني تحدثنا عن الخطة الدرسية في السنة الأولى، لكن في السنوات الباقية وكيف يتم الخطة الدرسية كيف تكون وكيف يتم الموازنة بين الجانب النظري والجانب العملي؟ عندي مواد كاملة عملي وعندي مواد 50-50. ما عندي مادة بتفوق فيها النظري على العملي أبدا. المواد 50 نظري 50 عملي. وعندي مواد كاملة 100% عملي. عندي تدريب ميداني بالمتاحف، تدريب ميداني بالفنادق. من أي سنة يبدأ هذا التدريب دكتور؟ في سنوات الاختصاص. وعندي معسكرات إنتاجية بالصيف. الطالب 15 يوم ل 20 يوم بيبقى بمكان بيمارس استاج عملي كامل. هو عنده عام دراسي كامل، يعني لا يوجد استراحة لطالب كلية السياحة، هذا من المعروف عن الكليات السياحية. بيتخرج طالب عنده كفاءة. يعني اليوم أنا عميد لكلية السياحة بداوم من 1/9 ل 1/9 ومن السبت للخميس فعلا. يعني نحن بنداوم لسبب كتير مهم إنه نحن عنا اليوم مسألة العطلة والدوام وطالب هي مسألة خلص أصبحت من الماضي. اليوم العالم بدأ على نظام يعني مثل بيقولوا 24 hours 7 days 24 ساعة بالأسبوع شغالين الكل. هيك نحن حتى عنا يوم الخميس ويوم السبت بنبعد تدريب للفنادق، نبعت تدريب للمتاحف. يعني أنا طلابي بكل أسبوع بيروحوا زيارة على المتحف بيتعرفوا على جزء من المتحف، بيروحوا على الأوتيل على الفندق بيتعرفوا على جزء من الفندق. إذا مضطر أنا بدي إياهم يروحوا على منظمة سياحية بنحكي مع إدارة مكتب سياحي إرشاد سياحي دليل سياحي بياخدهم وبيعرفهم. وطبعا هذا الكلام كلياته من خلال الاتفاقيات اللي موقعة الجامعة مع الهيئات الخارجية مشكورة طبعا الجامعة غرفة التجارة وزارة السياحة هيئة المشروعات الفنادق كافة كلها في اتفاقية توأمي.
انه نحن وياكم سويه من الاساس. نعم، كونكم عم تخرجوا الكوادر اللي عم تنخرط ضمن مجال العماله فعلا. الالتزام بالدوام هل هو ضروره في كليه السياحه، ام مثل ما بيقولوا ممكن بعض الجوانب النظريه ممكن الطالب يقوم بدراسه بمفرده في المنزل؟ لا يدخل الطالب الى الامتحان اذا مو مدوم 80% ابدا، يعني حتى اعلى من باقي الكليات. 80% تفقدات رسميه. التفقدات بالاسم لسبب. بدنا نطور، يعني ما بدنا نقول بدنا التزام. اليوم الطالب اذا غاب محاضره غابت عنه حلقه. نعم. اليوم الطالب طالبنا تعود انه اي ماده نظريه، لا كليه السياحه كليه تطبيقيه. نعم. كليه السياحه مصنفه في الجامعه كليه تطبيقيه، مواد تطبيقيه، مناهج عملي، بحاجه الى التزام، بحاجه الى دوام. طب طبيعه الاختبارات ضمن هذه الكليه على اي اساس؟ عندنا كل شهر في اختبار، بالشهر العاشر اختبار، وب11 اختبار، وب12 بيكون عندنا اختبار عملي نهائي، وبيجينا اختبار. هناك اختبارات نظريه طبعاً، واختبارات عمليه طبعاً، ايضا طبعا. وفي اختبارات مفاجاه، يعني مثلا 40 علامه عندنا او 20 علامه توزع على مدار الفصل، مو انه ولا الدكتور بياخذها بامتحان واحد، لا بيفوت الدكتور بشكل مفاجئ، بيعرف انه سويت الطلاب، بده يشوف شو سويت الطلاب منشان يعرف شو الانعكاس تبع الفكر تبعه. ممكن يعمل لهم اختبار مبدئي اسمه كويز بثلاث درجات، وبيجمع علاماته مادي مادي وعلاماته بالتوازي، ثلاثه بثلاثه، بخمسه بخمسه، بعشره، وفي علامه للحضور ايضا. يعني الطالب مثلا نحن بنعطيه على الحضور 8 درجات. ليش 8 درجات؟ ممكن الطالب يداوم خلال السيزون بس ما يتوفق بالامتحان، بالامتحان العملي. ما يتوفق بالاختبارات اللي بنعملها الدكتور. ممكن حالته الصحيه ما كانت تسمح، ممكن ظرفه ما كان يسمح، ممكن اي شيء اخر، ممكن علامته تكون متدني. نحن كمان هالطالب بالنسبه لنا قبل لنا، نحن ما بدنا من ناحيه الدوام انه نحن بدنا نقطع ايد، لا كمان بدنا نساعد الطالب ليتاهل، وبالتالي نحن بنعطيه 8 علامات من اصل على الحضور. الحضور هدول بيكونوا موجودين اذا انت حضرت 80%. ما حضرت 80% احنا بنعتذر منك. راحت معك للفصل القادم. نعم. على اي اساس يتم تاهيل الطالب وانتقاله من فصل اول الى فصل ثاني؟ اما الامتحان النهائي في نهايه في السنه هي نزل. هو طبعا الاساس. احنا بنشتغل ضمن منظومه التعليم العالي، ضمن منظومه الجامعه. نعم. وبالتالي الترفع موجود. نحن اليوم اصبح ترفع الاربع مواد حسب النظام الفصلي. نعم. كانت تعرفي خلال الازمه كانت يعني مشكور قائد الوطن طبعا يصدر الكثير من المراسيم، الكثير من المراسيم الموجوده لترفع الطلاب اداريا بثمان مواد وست مواد و و من الامور التي ساعدت كثيرا الطلاب. اليوم نحن صرنا بالنظام الفصلي الاساسي. اربع مواد يتم انتقال الطالب من فصل الى اخر، من سنه الى سنه. من سنه الى سنه. وضمن الفصل من فصل الى اخر، لا الفصول الطالب بيقدم كل ماده فصلها، كل ماده فصلها، وبالاخير بيقدم المواد كلهم بدوره ثالثه، وبالتالي الطالب بيترفع بناء على هذه النتائج، شرط انه يكون لا يحمل اكثر من اربع مواد. نعم. إن حمل أربع مواد زائد مادة تانية مثلا ممكن تكون علامتها 58 أو 59، أنا بالنسبة لي إذا كانت تغير وضعه أوكي، لا تغير وضعه ينظر له أيضا من طبعًا قبل مجلس ضمن هذه الكلية. ممكن في طالب يستنفذ، طالب في مجلس رح في الجامعة والوزارة والكلية. سنتحدث إذن عن هذه الخدمات. أوكي. خدمات كثيرة تقدمها الكلية يعني سابقا في فترة الأزمة وحاليا، لكن خلينا نشوف أسباب دخول الطلاب وانتسابهم إلى كلية السياحة. شو رأيك نتعرف على الأسباب؟ نتابع هذا الاستطلاع ونعود للحوار. تحكي لي كيف سجلتي بالكلية عن رغبة ولا لأنه طلعت لك بالمفاضلة، وكيف ملاقاي جو الدراسة خصوصا أنك سنة أولى بعد؟ هلا هي ما كانت انه طموح او حلم من قبل، بس انه حطيتها اول رغبه انه كثير سالت عنها وكثير حبيتها وحبيت مجالات العمل فيها، ويعني سالت كثير اشخاص عنها، يعني انه فتة يعني فيك تقولي انه تقريبا عن رغبه بعد ما انه انا كثير عرفت عن الفرع. تحكي لي عن جو الدراسة ضمن الكلية خصوصا انك سنة أولى. هلا نحن يعني دخلنا عن رغبة، كان يعني هي سالنا عنها كثير، وهون الكلية يعني ممتعة كثير، والإدارة الموجودة هون هي إن كان دكاترة أو كإداريين إن يعني في مساعدة كتير للطالب حتى من قبل هيئة الإداريين.
هلا بالاول لقينا شويه صعوبه من ما تاقلمنا بالجو الكليه وهيك، والدكاتره طبعا انه ساعدونا شوي شويه معلومات عن الجامعه والكليه وهي. وانا فتا يعني ما كثير بعرف الفروع اللي فيها او شو الشغلات المميزه فيها، بس بعد الشرح وهي يعني طلعت كثير حلوه، يعني فيها شغلات مميزه. اول شيء فتنا الجامعه ما كنا بنعرف شيء يعني بصراحه، بس انه سالنا اسئله عاديه عنها، حبيته للجامعه ودخلت عليها. بعدين تعرفنا على دكاتره وصاروا يساعدونا كثير، ومن قبل الهيئة الإدارية صارت تساعدنا كثير، وإن شاء الله هيك نتقدم بالجامعة ومساعد الدكاترة. بما أنك سنة تانية، كيف كنت ملاقى أجواء الدراسة ضمن كلية السياحة بهالسنتين؟ الأجواء كثير منيحة، وفي عدد طلاب منيح بهالكلية، ويعني هو فرح هذا كثير كثير حلو وله مستقبل، ونحن يعني الطلاب مثل ما تقولي بدنا نشجع على السياحة ونستقبل السياحة لهالبلد ونحسن الواقع السياحي بها. واقع المواد يلي درستها نظري ولا عملي كيف كنت تلاقيها؟ هلا المواد في نظري وفي عملي، بس حاليا نحن في عندنا شيء انه نقص بالعملي، يعني ما عم نشتغل على ارض الواقع، ما عم نروح على فنادق، ما عم نروح اماكن، يعني كل شغلنا هون يعني بس نظر، ونحن متخيل مخنا ما عم بيصير شيء تطبيق عملي ابدا. بما انك سنه ثالثه، فتحكي لنا كيف كانت اجواء الدراسه معك ضمن هالثلاث سنين من خلال المواد النظري ولا العملي، ولا كيف كنت عم تطلعوا جولات او شيء ستيجات؟ تمام. هلا بالسنه الاولى كان اكثريت موادنا نظريه، وفي معنا رياضيات ومحاسبه وهالقصص، كانت كثير ممتعه، تعلمنا فيها كثير شغلات حلوه. بالثانيه والثالثه بلشنا نروح جولات ميدانيه على الفنادق وعلى المتاحف لنتعرف اكثر على ارض الواقع. مثل ما بتعرفوا السياحه علم وفن، فلازم نحن يلي عم ناخذهم نطبقه على ارض الواقع لحتى تجتمع كل المكونات مع بعضها. شو بتنصح الطلاب يلي حابين يفوتوا كليه السياحه؟ بنصحهم انه يتشجعوا انه يفوتوا بكليه السياحه وما يترددوا ابدا، لانه هي كليه انه كثير حلوه وحتى مجالاتها كثير واسعه وانه متعدده، وهلا بالذات انه البلد حتفوت على جو سياحي كثير كبير، فانه كثير حيكون في مجالات عمل وهيك. انه ادخلوا ولا تخافوا شيء، احلى احلى فرق. كليه السياحه كثير رائعه، وانه لها مجالات عديده، ومع الايام لها مستقبل رائع. انا كثير بنصحهم انه يسجلوا بهي الكليه، لانه كثير كثير ممتعه وحلوه، بيستفيدوا منها ولمستقبل سوريا بالذات. يعني قطاع السياحه هو بيعطيها امكانيه اكثر لحتى تتطور وتزدهر بين كل العالم. دكتور، هلا بدنا نروح لمرحله ما بعد التخرج، هناك طريقان، اما اكمال الدراسات العليا او الانخراط في سوق العمل. ذكرتم هناك الكثير من الاتفاقيات فيما يخص سوق العمل، سنتحدث عنها لاحقا، لكن دعنا نتحدث عن موضوع الدراسات العليا. هل يوجد دراسات عليا في كليه السياحه؟ طبعا يوجد دراسات عليا. لدينا مو بس دراسات عليا، لدينا بكليه السياحه دراسات اكاديميه ودراسات تأهيل وتخصص. يعني نحن اليوم بكليه السياحه، ما الفرق بين الدراسات الاكاديميه ودراسات الدراسات الاكاديميه؟ احنا بكليه السياحه كليه نموذجيه تقبل غير خريجين السياحة في الدراسات العليا. يعني نحن لقلنا من أي كليات ممكن أن تأخذوا في الدراسات الأكاديمية؟ نحن على اعتبار أنه نحن نؤمن تماما بأن السياحة علم وفن، وبالتالي واحد معه جغرافيا حابب يكمل دراسات عليا بالسياحة، أهلا وسهلا فيه. نظام الدراسات العليا نسمح في ذلك. معه أدب إنجليزي، أهلا وسهلا فيه. معه إدارة أعمال، أهلا وسهلا. معه هندسة مدنية، كمان بنرحب فيه. معه عمارة، بالعكس بينورنا. نحن اليوم كلينا نموذجيه من ناحيه الدراسات العليا. نعم. نحن بالنظام الاوروبي اللي هو انه الطالب بيدرس بالسنوات الدنيا اللي بده اياها، وبيدرس ماجستير ودكتوراه بالرغبه اللي بيناسبه هو. وهذا هذه الكليه ايضا شهاده الدكتوراه لطلابها؟ ما هلا بدي لك هي قصه الدكتوراه تبعتنا. نحن اليوم عندنا ماجستير اكاديمي باختصاصين اللي هن الاداره والاقتصاد السياحي، واللي هو الثاني اداره موروث التراث الثقافي. وعندنا ايضا تأهيل وتخصص ماجستيرين. ماجستير بالتنمية السياحية، وماجستير بإدارة التسويق، بإدارة التراث وتسويقه. نحن أول دفعة سجلت ماجستير بال 2014. بتعرفي تسجل الماجستير لما بتخلص الكلية أول دفعة تخرج 2013-14. لبينما يصير عندنا عدد خريجين زيادة بنفتح الدكتوراه. الدكتوراه أحدثت الدكتوراه تماما بال 2014. وافتتاحها إن شاء الله بمكتب وزارة التعليم العالي، بمجلس التعليم العالي ان شاء الله بين ايام قليله، ربما اسبوع 10 ايام حد اقصى، بتكون الامور كامله وجاهزه. نعم. يعني درجه الدكتوراه في الاختصاصات الثلاثه، سوف سياحه فندقيه، وايضا بالارشاد السياحي الموجود. التأهيل والتخصص نحن بنأهله لسوق العمل، نعطيه ماجستير تأهيل وتخصص لسوق العمل. نعم. اكاديمي تيكمل دراساته وياخذ دكتوراه ويتحول لعضو هيئه تدريسيه فيما بعد، سواء عنا او بمعاهني موجودين فيه.
اليوم على دول العالم التأهيل والتخصص أهم الأكاديمي. بدول العالم التأهيل والتخصص. لماذا دكتور؟ لأنه بدول العالم بيكون معه سبونسر، بيكون معه راعي. بيفوت الطالب على الماجستير معه راعي، بيطبق شغله عنده وبيرجع بيشتغل عنده. فيعني عم يأهله. نحن نتطلع أن يكون لدينا في سوريا القطاع الخاص والقطاع العام يعمل على رعاية مجموعة كبيرة من الطلاب لتأهيلهم للعودة للعمل. فندق مثل الفنادق الموجودة عندنا تأهل مجموعة من الكوادر ماجستيرات وتعود للعمل في عندما تخرج، وهذه كل دول العالم تجري الآن موجودين فيها. فنحن دراسات العليا موجودة فيها، وطلابنا مثل ما قلت لك من كل الاختصاصات موجودين بيشتغلوا عندنا بنظام السنتين زائد سنة رسالة، موجودين ثلاث سنين بياخذ درجة ماجستير بتأهيل وتخصص بالسياحة أو درجة ماجستير أكاديمي بالسياحة. نعم، في حال لم يريد الطالب أن يكمل دراسات عليا، أراد الانخراط في سوق العمل بعد التخرج 4 سنوات من كلية السياحة، ما هي مجالات العمل المفتوحة أمامه؟ خلال 4 سنين نحن بنفعل اتفاقيات، نعمل له ورشات عمل مع غرفة التجارة، غرفة الصناعة، هيئة تنمية المشروعات، الفنادق، المكاتب السياحية، منشان يعرف وين بده يروح، وزارة السياحة، منشان يعرف وين بده يروح الطالب، يعني منشان الطالب شو الخيارات المتاحة أمامه. وفي ميزة عن طالبنا إنه طلاب السنة الثالثة والرابعة عنا كلهم عم يشتغلوا. يعني منخرطين في سوق العمل. كلهم عم يشتغلوا. وكلهم مأمنين للشغل مسائي يشتغلوا فيه. لا يتعارض مع موضوع أبداً. أنا بما لا يتعارض مع الدوام وبما لا يتعارض مع نسبة الحضور مسؤوليتك الشخصية، أنت بدك تتحمل المسؤولية، تداوم بالليل تاخذ استاج ساعتين ثلاثة موجودين فيها. ونحن بنأمن لهم استاجات، هاي استاجات غير مأجورة. يعني نحن بنبعث لهم استاجات غير مأجورة، بيروحوا لعندهم يتدربوا بدون تكاليف، لا من قبل الأوتيل ولا من قبلي أنا ولا من قبل الجامعة. طب دكتور، إذا بدنا نقدم مجموعة من النصائح لكل طالب اللي عم يحضر حاله، طلاب المدارس اللي حابين ينتسبوا لكلية السياحة، شو هي أهم المهارات والخبرات اللي لازم يمتلكوها، أهم المواد اللي لازم يركزوا عليها؟ مجموعة من النصائح هيك نختصر فيها نوجهها لطلابنا. شوف، نحن طالبنا إذا بده يتعلم سياحة من التاسع، ركز على التاريخ، ركز على الجغرافيا، ركز على الآثار، ركز على اللغة، فرنسي إنجليزي، مو بس هيك، أي لغة أنت بتتقنها تكون داعمة، كون داعمة لك أنت، اهتم بمظهرك، اهتم بقوامك، شجع نفسك على أنك تعرف تاريخ بلدك. اليوم الطالب بده يجي لعندي بالبكالوريا يحط رغبته سياحة، ولهذا بنطلع فيه نحن بالمرحلة القادمة بالمفاضلة القادمة إن الله راد إنه جاي لعندي لأنه رغبان يدرس سياحة. نحن في صدد أعداد دورات تعريفية لطلاب الثانوية العامة قبل الدخول المفضل. نعم، وحلتنا هي طبعا اليوم كمان تعريف عن كلية السياحة لتكون الخيارات مدروسة جيدا بالنسبة للطلاب. بدنا نشكرك كثير الدكتور أيمن ديوب عميد كلية السياحة بجامعة دمشق، شكرا لو كان معنا وقت أكثر لنتحدث عن السياحة كعلم كصناعة كما وصفت حضرتك، نتمنى يكون لنا لقاءات أخرى. شكرا كثير لوجودك. نحن بنتشكركم، واسمحي لي بثانيتين بس حتى لو أطلت عليكي، متشكر التربوية، متشكر اهتمامكم ورعايتكم، ونتشكر تحقيقكم حقيقة لتوجه استراتيجي طرحه قائد الوطن بأن الإعلام فعلا يركز على النقاط المضيئة أكثر من النقاط السلبية. بالعكس، نحن نركز على المضيء لتعزيزه أكثر من أي شيء آخر. شكرا لكم، شكرا لزيارتكم لنا، وشكرا لكل الكادر، وشكرا لحضرتك ولكل القائمين بالتلفزيون. شكرا كثير لك دكتور، نورت برنامجنا وأهلا وسهلا فيك. شكرا لكم موصول أصدقائي على كرم وطيب متابعتكم لنا. إلى اللقاء.